يعني واحد اخر راس ياخذ خرسه شي يخلف يخلف خرسان. احنا الان نتواجد في قريه الخرسان منطقه ام شعيفه اللي تابعه ناحيه النهرين القضاء الضلوعيه. هاي القريه تشتهر بزراعه الحمضيات وزراعه العنب، واكثر شيء على زراعه البان هسه يعني يعتمدون عليها الناس بكثرة بهالمنطقة. سمت هالمنطقة لكثرة الخرسان بهالمنطقة، يعني هسه ما حوالي ما يقارب يجوز 100 نفر بها خرسان من شباب وبنات وأطفال، والعدد زايد. زين هذا العدد هذا صار نسبة الزواج الخاطئ، يعني واحد آخر راس ياخذ خرسة شي يخلف يخلف خرسان. فهاي السلالة تكاثرت بهذا الموضوع، قام يزوجون الأخرس الأخرس، فصارت الحادثة صارت يعني شغلة تكاثرت هواية صارت بها المنطقة. الجميل بهذولا بهالفئة الخرسان يعني ما تلكون بعملهم، عملهم كان يعني اتقانهم جيد جدا بعملهم، يعني خير اقول حتى من اللي يحجون، فما يعرف يعني لا تركوا بالعمل او لا الغش بالعمل، وشغلتهم مرتبة يعني بالزراعة مثل يجي يزرع زرعته مرتبة، يعني كل شغلة مرتبة وخوش شغل يشتغلون. سكنت هاي المنطقة ام شعيفية حوالي تقريبا 3 عشائر هي اللي موجودة في المنطقة، يعني تقول العزة كغالبية والفراج والقراغول 3 عشائر تسكنوا بها المنطقة. أكثر ناس يعني معتدين على الزراعة وعلى الفلاحة هم شغلهم هذا، وعلى العمالة مثلا، وعندنا عدد قليل يعني موظفين، يعني جزء ما تجاوزون 100 موظف بكل هالمنطقة.